السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الانتر تقدم بهدف وعاد لاتسيو بثلاث أهداف. وعندما أعلن الحكم على نهاية المباراة، لويس فيليبي لاعب لاتسيو ذهب لمداعبة واحتضان زميله السابق ومنافسه الحالي كوريا لاعب لانتر ميلان عقب نهاية المباراة. كوريا لم يكن يعلم من يقفز عليه وأبدى ردة فعل مستاء من التصرف. الحكم شاهد الوضع وقام بطرد فيليبي، وبعدها دخل لاعب الفريقين بشباك وتحول الأمر لمشاجرة. الحكم قام بطرد اللاعب لويس فيليبي، شعر بعدها بإحساسه للظلم ليدخل في نوبة بكاء بسبب ما حدث. فهل يجوز للاعب الاحتفال بالهدف والفوز مع لاعب الخصم رغم أن ذلك يشكل إهانة؟ وهل يجوز للصديق أن ينقلب على صديقه ورفيق دربه ويتسبب بطرده؟ في نظركم من معه الحق؟